بسم الله الرحمن الرحيم. كبسولة جديدة عن الإسلام في الدستور المصري. المادة الثانية من الدستور عام 1971 تقول إن الإسلام هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واللغة العربية لغتها الرسمية. وكما قلنا من قبل إن في ثلاث مواد في الدستور بتحدد هوية مصر والمصريين. المادة الأولى بتتكلم عن الجمهورية، بتتكلم عن الديمقراطية، بتتكلم عن المواطنة. المادة الثانية بتتكلم عن الإسلام، بتتكلم عن الشريعة الإسلامية، بتتكلم عن اللغة العربية. والمادة الأخيرة بتتكلم عن الوحدة الوطنية وأن السيادة للشعب. بعض إخواننا العلمانيين، وهم إخوان لنا في الوطن ولهم الحق في أن نختلف معهم وأن يختلفوا معنا، وبعض إخواننا المسيحيين وهم كذلك إخوان لنا في الوطن ولنا ولهم أن نختلف وأن نتفق، يفضلون لو أن هذه المادة لم تكن موجودة أو لم تكن موجودة بهذه الصيغة. السؤال الذي نحاول أن نناقشه الآن، هل هناك افتئات ما على إخواننا المسيحيين أو على العلمانيين لمجرد وجود هذه المادة بهذه الصيغة؟ هذا ما نناقشه في هذه الحلقة. هنبدأ بأن احنا نؤصل الموضوع من ناحية أنواع الدساتير الموجودة في العالم، من ناحية علاقتها ورؤيتها للدين. هناك النوع الأول هو النوع الذي نطلق عليه اسم الدستور الشمولي منزوع الدين. شمولي أي غير ديمقراطي، استبدادي، تسلطي، ولكنه منزوع الدين أي أن الدين ليس مذكورا فيه، بل على العكس هو محرم. وهذه رسالة مهمة. يعني ده معناه إيه؟ معناه أن مجرد عدم وجود مادة في الدستور بتنص على الدين لا يضمن غياب الشمولية. بعبارة أخرى، أن العلمانية لا تضمن غياب الاستبداد، يعني العلمانية لا تضمن الديمقراطية. هنا بنجد في هذا النمط مثلما كان عليه الحال في عهد الاتحاد السوفيتي وفي عهد تركيا تحت حكم مصطفى كمال أتاتورك، أنه من الأفضل ألا يكون هناك دين، لأنهم كانوا يرون أن الدين نفسه واحد من مصادر التخلف. قال ماركس، قال ربنا ما خلقناش، والعياذ بالله، إحنا اللي خلقنا ربنا. إحنا خلقنا بمعنى الناس الأغنياء والناس المسيطرين سياسيا عشان يخوفوا العوام، عملوا ربنا والعياذ بالله عشان الناس تخاف منه، أو عشان يوعدهم إنهم يخشوا الجنة لو قبلوا بفقرهم. النخبة القابضة على الدولة ترى أن الدين في ذاته خطر، وأن التدين مؤشر تخلف. هذا النمط الحمد لله لم يكن موجودا في مصر، وإن كان شهدت تونس نمط شبهه في عهد بورقيبة. النمط الثاني هو برضو دستور شمولي، يعني تسلطي، ولكنه يميز دين الأغلبية ويحظر أي دين آخر. احنا ما نعرفش قوي مملكة نيبال اللي دلوقتي بقت جمهورية، مش قضية، دي دولة في آسيا. المهم انهم سنة 90 تحولت الى مملكة هندوسية، لا تعترف لأي مواطن غير هندوسي بأي حق حتى في ممارسة الدين. يعني كانت بتتعامل مع النيباليين المسلمين والبوذيين والمسيحيين وكأنهم مواطنين بلا حقوق. لو نفتكر حكم طالبان، الحقيقة هم ده اللي عملوه برضو، هم لم يعترفوا بأي ديانة أخرى إلا الإسلام، وده مفهوم لأنه أصلا في أفغانستان حقيقة ما فيش ناس غير مسلمين. لو إسرائيل سيطر عليها الجناح اليميني المتشدد دينيا، هيعملوا إيه؟ هيلغوا الإسلام والمسيحية من إسرائيل، وهيطبقوا الهلاخ، وهيطردوا كل غير اليهود من إسرائيل. إذن عندنا هنا دين غير مذكور أو أديان غير مذكورة صراحة في الدستور، ولكن هذا كذلك لم يضمن أنه الدستور ديمقراطي. ظلت الدساتير شمولية رغم أنها بتذكر صراحة واحد من الأديان. إذن إحنا لو رجعنا للنمط اللي قبله هنلاقي أن هنا كان الدستور شمولي، يعني كان نظام حكم تسلطي وما كانش في دين. هنا كان نظام حكم تسلطي وكان في ذكر صريح للدين. احنا لا عايزين لا ده ولا ده، لان الاتنين شموليين. امامنا بديلين اخرين، واحد فيهم بيقول
ان الدستور يكون متسامح، الدستور يكون ديمقراطي، يكون فيه ليبرالية سياسية زي ما اهل الاصطلاح بيستخدموه، لكن يكون محايد دينيا. يعني ايه محايد دينيا؟ يعني ما يكونش فيه ذكر لاي دين. هنا ده النمط اللي بيسموه عادة النمط الليبرالي الاصيل، النمط المتسامح سياسيا، يعني زي ما هو موجود في امريكا وكندا واستراليا واليابان ودول اخرى. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه في هذا النمط الدولة بتقول احنا محايدين تماما تجاه ضد الاديان، احنا ما بنعترفش باي دين ضد دين. الدولة في علاقتها بالدين كأنها معصوبة العينين، ما بتشوفش، عمية. وعلى هذا الاساس هي بتلتزم بحاجتين: الاول ان الدولة لا تحابي اي دين على حساب دين، يعني ما تديش فلوس للكنيسة على حساب الجامع او للمعبد على حساب الكنيسة، ما لهاش علاقة. ده رقم واحد. اتنين، لا تكره اي مواطن او اي طائفة على الشعور بالحرج من التعبير عن رموزه الدينية. يعني عايز تلبس صليب ما فيش مشكلة، عايز تصلي في الشغل برضو ما فيش مشكلة. النمط ده هو ما يريده العلمانيون والمسيحيون المصريون، انه الدين لا يكون مذكورا على الاطلاق في الدستور المصري. كلامهم صحيح لو انه ما فيش النمط الرابع اللي هو حقيقة لا يقل تسامحا عن ده، عن النمط ده، ولكنه في نفس الوقت بيدي لدين الأغلبية الحق في انه يظهر في الدستور على اعتبار ان ده حقهم باعتبارهم ابناء الأغلبية. هنا بنجد دستور متسامح ويقرر وضعا خاصا لدين الأغلبية مع توفر شرطين: اولا ان دين الاغلبية نفسه يكون لديه القدرة على استيعاب الحقوق الاساسية لاتباع الديانات الاخرى. هل الاسلام بيقرر للمسيحيين حقوق؟ اه طبعا. نفتكر حضراتكم الاية الكريمة اللي بتقول لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. يعني الناس اللي ما قتلكوش عشان انتم مسلمين وما طردكوش من بيوتكم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم عاملوهم بالبر والقسط. شوف كلمة البر حتى في اللغة العربية يقولك تعجيل الخير، زي بيقول بر الوالدين. طب اذا ده الدين نفسه، الدين الاسلامي نفسه بيحترم دين الاقلية. اذا الشرط الاول متحقق، وهو ان يكون دين الاغلبية غير متصادم مع دين الأقلية. ما هواش مثلا دين الأغلبية بينظر لدين الأقلية على اعتبار انه لا ينبغي ان يوجد، وبالتالي لابد ان تكون هناك حرب دائمة بين الديانتين. ده اولا. اتنين، ان يكون في نص صريح، هذا ما يسمى بالنصوص فوق الدستورية، بمعنى انها نصوص متفق عليها ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، تقرر لكافة أتباع الديانات الأخرى حقوق متساوية. السؤال: هل هذا الكلام ينطبق على مصر؟ الإجابة نعم. تعالوا حضراتكم نشوف المادة الأولى بتقول إيه. جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي ويقوم على أساس المواطنة. إيه المواطنة؟ قلنا قبل من كده هي المساواة أمام القانون رغم عن الاختلاف. ما يجيش القانون يقول ايه ده، انت فلان انت مسيحي يبقى تدفع غرامه 100 جنيه وانت مسلم تدفع غرامه 70 جنيه. لا، ما عندناش ده. الماده الخامسه بتقول ايه؟ لا تجوز مباشره اي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسيه على اي مرجعيه او اساس ديني او بناء على التفرقه بسبب الجنس او الاصل. طب ما هي دي ماده اخرى مهمه جدا، كانها بتقول لنا انه ما ينفعش يكون في حزب للمسيحيين فقط او حزب للمسلمين فقط، لازم الحزب ما يكونش له صفة الإقصاء الديني. نقول والله لا، إحنا مش هندخل معنا ناس من أتباع الديانة التانية. الدستور بتاعنا بيضمن لإخواننا المسيحيين وبيضمن للمسلمين أن يعاملوا جميعا أمام القانون، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الأحزاب، على قدم المساواة. المادة 40 بتقول إيه؟ المواطنون لدى القانون سواء. الله، طب ما دي مادة مهمة جدا، لان هي دي المادة اللي بترجم لنا المواطنة. مش احنا قلنا قبل من كده انه الدستور لا ينبغي ان يتعارض، اي ان تعارض بعض مواده مواد اخرى، وانما اللي بيحصل انه في مادة بتضع ضوابط على مواد اخرى، او
انه تكون المواد كلها بتفسر بعضها البعض. هو ده بالظبط، المادة 40 بتفسر لنا المادة 1، وفي نفس الوقت بتضع قيد على المادة 2. مش المادة 2 بتتكلم عن الشريعة الإسلامية وتتكلم عن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام؟ بس اوعوا يا مسلمين تسيئوا استخدام كونكم الأغلبية في ان انتم تسيئوا للمسيحيين. ليه؟ لانه الجميع بغض النظر عن الديانة أمام القانون سواء، أو المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون. ده هو كمان مش سايبك، مش بس بيقول لا، ده بيؤكد على المساواة رغما عن الاختلاف، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس، بسبب الأصل، بسبب اللغة، بسبب الدين، وبسبب العقيدة. تفهم هنا العقيدة بمعنى العقيدة السياسية أو العقيدة داخل الدين كمان، يعني واحد أرثوذكسي، واحد كاثوليكي، واحد بروتستانتي، واحد سني، واحد شيعي. كل هذا ليس مبررا في أن يكون هناك تمييز بين المواطنين، لأن الدستور المصري لا يسمح بهذا. إذن هو كأنه ضمنا ينطبق عليه ما ينطبق على دساتير أخرى كثيرة في العالم. شوفوا حضراتكم الأمثلة دي في الدنمارك وفي أيسلندا وفي النرويج وفنلندا، المسيحية اللوثرية مذكورة صراحة. هتلاقوا حضراتكم كده، خدوا أي مثال، خدوا الدنمارك، هتلاقوا المادة 4 بتتكلم عن أنه الكنيسة اللوثرية هي الكنيسة الرسمية، والملك مسؤول عن احترامها واحترام تعاليمها، والدولة بتتبناها. ومع ذلك هتلاقي في المادة 67 بتقول لك لابد من احترام حق البشر في أن يختاروا ديانتهم، ما ينفعش حد يجبر حد على اختيار ديانته. ده في المادة 67. تلاقي حضراتكم في المادة 70 يقول لك ممنوع التمييز بين الأفراد. ما هو بيعملوا اللي احنا عملناه، المادتين 67 و70 في الدستور الدنماركي، ما هو ده اللي عندنا ما بين المادة 2 اللي بتقرر الشريعة الإسلامية، والمادة 5 والمادة 40 والمادة 1 نفس الكلام. طيب انجلترا هذه هي أم الديمقراطية في العالم، الملكة هي رأس الكنيسة الأنجليكانية، نعمل بقى صورة عليهم ويطلع المسلمين ويطلع اليهود ولا لا؟ المفروض يعني ما اعتقدش. طب الأرثوذكسية هتلاقيها موجودة في اليونان وقبرص مكتوبة في الدستور. طب الكاثوليكية هتلاقيها موجودة في الأرجنتين وبوليفيا وكوستاريكا والسلفادور. طب وما بين الدولة المسلمة، لا توجد دولة مسلمة الإسلام مش موجود فيها مكتوب كده صراحة إلا في عدد محدود جدا، يعني لبنان، ألبانيا، دول الشيوعية السابقة اللي موجودة في وسط آسيا، كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان إلى آخره. إنما بقية الدول التي لها أغلبية مسلمة قررت اعتزازا منها بدينها أن تذكره صراحة، ولكنها في نفس الوقت قررت ألا يكون هذا الدين، ذكر هذا الدين، سببا في الافتئات على حقوق إخواننا من أتباع الديانات الأخرى. ولهذا السبب، بالإضافة للمادة الثانية في المادة الأولى اللي تحض على المواطنة، في المادة الخامسة اللي بتتكلم عن أنه ممنوع تكوين أحزاب على أساس ديني، في المادة 40 اللي بتتكلم عن أننا جميعا بغض النظر عن الدين لدى القانون سواء. شكراً.